حكم من يأخذ الشهادة الدراسية بالغش؟ وهل يصبح المعاش الذي أخذه حراما؟ حسب الغش، يعني إذا كان الغش هذا عبارة عن شراء الشهادة، لا حضر ولا درس ولا يدري عنهم ولا شيء، دفع فلوس عطوه شهادة، هذه لا تجوز، هذه قولا واحدة، ولا يجب أن يعمل بها ولا يستخدمها ولا شيء أبدا. أما إذا كان غش مثل حضر المدرسة وكذا أثناء الاختبارات أحيانا يغش برشامة وكذا، حسب البرشامة. إذا برشامة واحدة على كل حال، المهم الغش أثناء لمن يحضر الدرس وكذا لكنه يغش، هذا يعني حرام، لكن الشهادة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر الله من هذا الذنب ولا يعود إليه. أما شراء الشهادة الذي لا يحضر أبدا وإنما يشتري الشهادة بمال، هذا الذي لا يجوز أن يعمل بها، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وكلاهما عليه التوبة.